كنت ما تضحضوا معايا اخواني، هذه البوردة ديال الجهاز ديالنا لينوفو G50. اذا في الحلقة غادي نقوم انا من بعد ما قمت بالتنظيف ديال السائل اللي كان موجود على الزرار ديال الماوس، في هذه الحالة غادي نقوم بالبرمجة ديال الاي سي، اي سي البايوس كما تلاحظوا. وهذا هذا اسم النوع الجديد. اذا هنا في هذه الحالة قبل ما نقوم ازالة الاي سي والبحث على الملف المناسب له، ضروري اخواني في هذه الحالة نعرف هل الاي سي كيشتغل ب 3.3 فولت او 1.8 فولت، لان لو اردنا البرمجة ديالو هذا الاي سي هذا وهو كيخدم كيشتغل ب 1.8 في المبرمجات ديال الميني برو، المبرمجات الغير ذكيه، فغادي يتم الاتلاف ديالو. في هذه الحاله ما غاديش نلقاو هذا النوع من الاي سي هذا. اذا قبل ما نديروا هذه العمليه، اول حاجه غادي نقوموا بالتست ديالنا. في هذه الحاله انا قمت بتوصيل السالب مع الار دي بالنسبه لجهاز القياس. نقوم بالقياس بالنسبه لنا في هذه الحاله، الجهاز عندي شغال، لاحظتوا معايا هنا اللمبه فيها شغاله الان. اذا كيف ما قطعتوه ديال اللمبه، اذا الان في هذه الحاله غادي نقوم بالقياس ديال هاد الارجل، الرجل رقم 8 في الاي سي، هل عليه فولتيه؟ اذا كما تلاحظوا في 1.8 فولت. اذا هذا الاي سي هذا يشتغل ب 1.8 فولت. كذلك الرجل رقم 1 قرب النقطة الموجودة فوق الاي سي، اذا كذلك فيه 1.8 فولت، تقريبا 1.7 1.8 فولت تقريبا. اذا هذا الاي سي يشتغل ب 1.8 فولت ليس ب 3.3 فولت، عكس اللي عاهدناه اخواني في الاي سي هات في بعض الموديلات كما تلاحظوا معي. هناك سوكيت او كونفرتر اخواني اللي خاص بهذه العمليه هذه، اللي كيقوم بعمليه ديال القراءه ديال الاي سي او تحويل من 3.3 فولت الى 1.8 فولت كما لاحظتم معي. ندير الان غادي نقوم بالازاله ديال الاي سي. كيف ما قلت لكم اخواني بان هناك واحد الكونفرت ولا واحد الكونفرتيسور او محول اللي كيقوم بتحويل الفولتيه من 3.3 فولت الى 1.8 فولت ليتم قراءه الاي سي وحمايه اخواني من الاتلاف. اذا كما تلاحظوا معايا الان قمت بازاله الاي سي، غادي نوضعه في هذا السوكيت هذا، لان بالنسبه لهذا الاي سيات اخواني لا يوجد اي سوكيت في السوق لقراءة هذا السوكيت، سواء في البوردة أو خارج البوردة إخواني. إذا هذا ضروري نقوم بوضعه في هذا السوكيت هذا، ثم تركيبه في المبرمجة. فهذا السوكيت فهو متوفر في السوق إخواني. كذلك بالنسبة عند شراء المبرمجة، فهو في اغلب الاحيان كتلقى هذا السوكيت هذا موجود مع المبرمجة، وكذلك مع ادوات المبرمجة بالنسبة للكابلات التي تكون مع الحزمة اخواني. اذا من بعد ما قمت بتركيب، الان غادي تلاحظوا معي، اذا هذا هو الكونفرتيسور او المحول. اذا غادي نوضعو في هذه المبرمجه هذه. هنا في هذه الحاله غادي نعطيكم غير الطريقه كيفاش كتكون العمليه ديال وضع الاي سي، كذلك كيفيه القراءه ديالو، ولكن غادي نستعمل لنا مبرمجه اخرى، فمبرمجه ذكيه جدا، فهي مبرمجه الاس فود فيرسون 3 هي اللي غادي نقوم بالقراءه بالنسبه لهذه الاي سي. هذا هو السبب اللي يعني تكلمت فيديوهات قديمه حول فوائد مبرمجة الاسفود اخوان، فالاسفود تبقى من احسن المبرمجات اللي كنشتغل بها الان في السوق،
وهاد المبرمجة إخواني فهي فيها ميزات كثيرة. من بين الميزات هي فهي اللي لاحظتمها الآن، فهاد النوع من الأيسيهات يشتغل ب1.8 فولت. إذن ما علينا إخواني إلا أن نستعمل هذه المبرمجة، مبرمجة الإس فولت. إذن يا إخواني كما تلاحظون في هذه الحالة أنا غادي نشتغل كما لاحظتم معي، في غادي نقوم بقراءة الأي سي بواسطة مبرمجة الإس فولت عكس مبرمجة الإر تي 809 إف. إذن كما تلاحظون الآن لاحظتم معي، فالباور بالنسبة للجهاز فهو يقوم بالقراءة على فولتات 1.8 فولت. إذن الإس بي آي المانيفاكتشرين إخواني الخاص بالمبرمجة فهو الإس بي آي 25. إذن غادي نقوم في الحالة أنا قمت بالقراءة ديال الأي سي، عملت له ديتكت، والآن غادي أعمل نسخة احتياطية لفلاشة الخاصة بهذا الاي سي هذا والخاصة بهذا الموديل عندي ان شاء الله. اعمل سيف. اذا كما تلاحظوا هذه هي النسخة، قمت بالقراءة ديالها وعملت حفظ لهذه النسخة. ربما قد يكون المشكل اخر اخواني غير مشكل البايوس، فأرجع البايوس إلى مكانه. إذا ننتظر إخواني. إذا في الحالة من بعد ما قمت أنا بالعمل حفظ، إذا كما تلاحظوا هذه النسخة اللي عملت لها حفظ فهي سعته 8 ميجا. إذا في الحالة غادي نقوم إن شاء الله بال erase وعمل programming أو عمل كتابة بالنسبة للملف الحديث أو الملف الجديد بالنسبة لهذا الموديل هذا كما تلاحظوا. حتى بالنسبة لهذه المبرمجة إخواني فهي مبرمجة سريعة في عمل بروغرامين للأي سي بملف جديد أو قراءة الأي سي إخواني بالنسبة للمحتوى الموجود عليه. فهذه المبرمجة فهي تصلح لجميع الأي سيات كيفما كان نوعها. فربما سوف تلقون هناك بعض فيديوهات للناند فلاش، فقمت بقراءة الناند فلاش. الآن كما تلاحظوا الاي سي فهو تم الكتابة للاي سي بنجاح اخواني كما تلاحظوا معي. اذا ننتظر حتى يتمم عملية ديال البرمجة ديال الاي سي ثم نعود لتركيبه ان شاء الله في الجهاز ونرى النتيجة ان شاء الله النهائية. اخواني ما تنساوش ابونا ولا شندير جيم بارتاج، كليكي على رمز الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد في القناة ان شاء الله، ودعموا اخوكم بلايك. إذا في هذه الحالة غادي نقوم بجمع الجهاز والتجريب به إن شاء الله. إذا غادي نتكلموا إخواني بالنسبة للمبرمجة كذلك الكونفرتيسور اللي تكلمتكم عليه فهو مهم جدا في بعض الأحيان، لأن هناك بعض الأنواع من الأجهزة كيكون فيها أي سي كيشتغل ب1.8 فولت. عندما تقوم بقراءة هذا الاي سي بمبرمجة غير ذكية فالاي سي هذا اخواني فقد يتم اتلافه مباشرة، لان الاي سي يشتغل ب1.8 فولت وانت تعطيه او المبرمجة تعطيه. اذا الان غادي نقوم بعمل تجربة اولى بالنسبة لهذا الحاسوب هذا.
نبدأ على بركة الله، توصيل الكابل. لينك ما تطلعت معي، فإن التجربة نجحت مع إخواني 100%. إذن كنضربكم موعد مع فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.